نرحب بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة لبرنامج منشيت الصحافة، والتي نسلط الضوء فيها على أبرز من تم تداوله في الصحافة المحلية والعربية والدولية. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور يوسف المطيري، كما يرافقنا في هذه الحلقة أيضا رسام الكاريكاتير الأستاذ محمد ثلاب. أرحب بضيفي الكريمين. أما الآن مشاهدينا نبقى مع أبرز ما تناولته الصحافة المحلية بعد هذا الفاصل. من صحيفة الرأي نبدأ جولتنا بهذا الخبر، حيث تناول التعبير سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد عن الاعتزاز بما حققه وطننا العزيز من إنجازات بناءة وخطوات مشهودة لتعزيز مسيرة التنمية والتقدم. وأعرب سموه في رسالة إلى رئيس مجلس الأمة والنواب عن التقدير للرسالة البرلمانية التي تضمنت تهنئة سموه بمناسبة الذكرى 13 لتولي مقاليد الحكم. دعت المجلس إلى إنفاذ المادة 84 بإعلان الخلو تحت هذا العنوان التمهيدي. كتبت صحيفة الأنباء عنوانها العريض: الدستورية ترفض استكشال الطبطبائي. حكم عدم دستورية المادة 16 واضح، ولا عقبة مادية تحول دون تنفيذه. من صحيفة الوسط تناولت إصدار وزير التربية وزير التعليم العالي أمس قرارا بقبول أبناء الأئمة والمؤذنين غير الكويتيين في المعاهد الدينية على أن يكون سكن ولي الأمر في الموقع الجغرافي للمعهد. ننتقل إلى صحيفة النهار التي نقلت عن وزارة الإعلام قولها أن 87% من المواطنين يرون أن رؤية الكويت 2035 تلبي طموحاتهم المستقبلية، وأن 83% منهم يؤكدون أهمية دور الحكومة في تهيئة البيئة المناسبة التي تساعد القطاع الخاص على توفير الوظائف. جاء ذلك في استطلاع أجرته وزارة الإعلام لآراء المواطنين حول رؤية الكويت 2035 عن طريق عينة عشوائية أخذتها شركة IPSOS العالمية، إذ تمثل العينة المجتمع الكويتي طبقا للقواعد الإحصائية المعتمدة. دكتور، فيما يتعلق بهذا الخبر، إذن 35% من الكويتيين يرون بأن رؤية كويت 2035 تلبي لاحتياجات المواطنين، لكن 83% يرون بأن يجب أن يكون الدور أكبر للحكومة لتهيئة بيئة خاصة للعمل في القطاع الخاص وتوفير الوظائف. كيف تعلق على ذلك؟ طبعا ما في شك الحقيقة من خلال هذا الاستطلاع اللي قامت فيه وزارة الإعلام عن طريق شركة متخصصة في هذا المجال، يعكس يعني أهمية استطلاع آراء الناس والتعرف على تطلعاتهم في متعلق برؤية الكويت 2035. ونعرف حقيقة أن هذه الرؤية تعتمد على يعني رؤية ساقها حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بأن تكون الكويت مركز مالي وتجاري، وبالتالي نريد أن نضع كل المتطلبات الاحتياجات اللازمة لتهيئة الأجواء حتى تكون الكويت في هذا العام إن شاء الله رائدة في مجال التجارة وكل المعطيات التي تساعدها على القيام بهذا الدور. نعرف تاريخ الكويت الحقيقة هو مبني على عمل تجاري ومالي كثير جدا، والكويتيون لديهم قدرات وإمكانيات وخبرات في كل المجالات لتوظيفها لتحقيق هذه الرؤية. ومن ثم هنا يعني أراد الاستبيان أن يعزز أهمية الاهتمام في كثير من المعطيات والمتطلبات الأساسية التي تسرع في إنجازات كثيرة تمهد الطريق أمام تحقيق هذه الرؤية بدفع العجلة إلى الأمام من خلال ما ذكرته. طبعا هذه الاستبانة والدراسة أن هناك متطلبات واحتياجات، وأعتقد أن هذه الأمور ستكون يعني منارة بالنسبة لمتخذي القرار والجهات الحكومية والمجلس على التخطيط في الاستفادة من معطيات هذه الاستبانة وتطلعات الناس وآرائهم حتى ندعم كثير من الجوانب التي يعني تساعد إن شاء الله بتحقيق هذه الرؤية وجعلها إن شاء الله تعالى رؤية واضحة ومحل إمكان التحقيق بإذن الله تعالى من خلال الجهد الدؤوب والعمل المتواصل من جميع الجهات الحكومية والتعاون لتحقيق هذه الرؤية. وهذا طبعا انعكاس إيجابي أننا يعني نسعى لمعرفة آراء الناس وطموحاتهم وتلبية واقعهم. ولكن دكتور، يعني التركيز على القطاع الخاص، يعني ما هو السبب؟ نعم، التركيز على القطاع الخاص لأن أساسا الرؤية هي تعتمد في جزء كبير جدا منها على القطاع الخاص، لأننا نتكلم مركز مالي وتجاري. نحن نتكلم عن تعزيز دور القطاع الخاص، نتكلم عن تعاون وشراكة حكومية مع القطاع الخاص في مشاريع كبرى تنفذ حتى يستطيع من خلال هذه الشراكة أن نؤسس قواعد
للعمل المالي والتجاري ويعني استفاضة في هذا الأمر من خلال تعزيز هذه الشراكة. وهذه ما تركز عليه هذه الرؤية، أن القضية قضية تعاونية بين القطاعين باعتبارهم رافدين أساسيين لتعزيز وتحقيق هذه الرؤية، وتحتاج تعاون مشترك بين الجانبين، إضافة ما يخلق طبعا هذا الأمر من فرص عمل، من يعني نشاط تجاري مميز، من جذب لرؤوس الأموال، من حركة اقتصادية كبيرة جدا ستشهدها الكويت إن شاء الله بعد يعني دخول هذه الرؤية يعني محلها في العمل الواقعي. وهذا يعني كله يدل على يعني الحقيقة النظر الثاقبة لسمو الأمير في معطيات المستقبل، حتى تكون الكويت إن شاء الله تعالى مركزا كبيرا ماليا وتجاريا بتعاون القطاعين مع بعض. نعم. في خبر آخر من صحيفة الكويتية نقرأ هذا: المانشيت، المالية البرلمانية تقر 4 تعديلات على المداولة الأولى للتقاعد المبكر وترفع تقريرها إلى المجلس. ننتقل إلى صحيفة السياسة التي أوردت هذا العنوان: الرياضي الكويت والقادسية في نهائي كأس ولي العهد اليوم. من صحيفة الصباح ذكرت أن اللاعب الكويتي عبد الله العنجري قرر الانسحاب من بطولة العالم بلعبة الجو جيتسو المقامة في ولاية لوس أنجلوس رفضا لنتائج القرعة التي وضعته بمواجهة مع لاعب إسرائيلي. إذن اللاعب الكويتي عبد الله العنجري يعني يرفض اللعب أمام اللاعب الإسرائيلي ويرفض نتائج القرعة، كيف تعلق على هذا الموقف؟ طبعا الحقيقة موقف عبد الله العنجري موقف وطني راسخ يعبر عن رؤية الكويت ويعني تعامل الكويت مع القضية الأساسية في التعامل مع إسرائيل كدولة وككيان، وهذا يعزز أن الكويت الحقيقة يعني دائما موقفها ثابت ودائما يعني تناصر القضايا العربية وحقوق الشعب الفلسطيني وغيرها من هذه الأمور، وأن تعاملها مع إسرائيل ما زال يتعامل من هذا المنطلق الأساسي العربي الذي أسس على قواعد واضحة بأن الكويت دائما تتعامل مع إسرائيل ما زالت إلى الآن كدولة مغتصبة ومحتلة، وبالتالي جميع المواقف التي وقفتها الكويت من المنتديات العالمية والمنتديات السياسية المختلفة كان واضحا رد الكويت دائما على الوفود الإسرائيلية في التعامل في هذا الموقف. والآن يأتي الجانب الرياضي ليؤكد هذه السياسة التي تتبعها الكويت في التعامل مع إسرائيل، فيقوم هذا البطل الكويتي برفض اللعب مع إسرائيل ليعبر تعبير راسخ عن هذا الرفض. وهذا الموقف أيضا يعقب موقف سياسي عالمي، يعني كل الناس الآن ستنظر لماذا لم يلعب هذا اللاعب أمام إسرائيل، ما هو الخلل في أداء إسرائيل، سيتم التركيز على قضايا كثيرة. وهذا لا شك أنه انطباع وشيء إيجابي أن نربط بين الجانب الرياضي والجانب السياسي، تكون موقفنا ثابتة وواحدة في كل المنتديات في التعامل مع إسرائيل من خلال قضية العرب وقضية فلسطين والقدس وغيرها من القضايا الأساسية التي تؤمن فيها الكويت ودائما تجعلها نصب عينها في كل تعاملاتها الدولية أمام إسرائيل. يعني هذا الموقف يعني يوضح بطريقة أو بأخرى الرفض لممارسة الاحتلال طبعاً الإسرائيلي في فلسطين المحتلة. ننتقل الآن مشاهدينا إلى الصحف الدولية والعالمية بعد هذا الفاصل. الواشنطن بوست تتوقف عند ما آل إليه ما يسمى بتنظيم داعش، وتكتب في عنوان عريض على صفحتها الدولية: لقد تحولت الأراضي الواسعة التي كان يسيطر عليها ما يسمى بتنظيم داعش في السابق إلى قريتين في سوريا. إن قريتين مغبرتين في الصحراء السورية هما كل ما تبقى من مساحة الأراضي الشاسعة التي كانت يسيطر عليها ما يسمى بتنظيم داعش. ويبدو أن الهزيمة الإقليمية الكاملة للمجموعة المتشددة باتت وشيكة وفقا المسؤولين الأمريكيين والأكراد، تعلق الواشنطن بوست. فيما يتعلق بهذا الخبر، إذن النهاية للتنظيم الإرهابي، ما تبقى له الآن قريتين مغبرتين في الصحراء السورية، إلى أي مدى ذلك سيؤثر على معادلات الميدان السوري وحتى على الخريطة الإقليمية؟ طبعا الحقيقة ما ظهر من انحسار كبير جدا لداعش بعد أن كانت تغطي مساحات شاسعة من سوريا وكذلك من العراق، نعلم ذلك سابقا. يعني هذا الجانب الذي يعني أخذ بالانتشار فترة عريضة جدا انعكس على موقف دولي راسخ وموقف عربي تجاه هذه الممارسات التي لا تمت للإسلام بصلة، وبالتالي هناك كانت معارضة شاسعة وهناك يعني تحالف دولي قام بالحرب على الإرهاب بكل أشكاله
متمثل في داعش، واستطاعت هذه القوات وهذا التعاضد القوي من كل الجوانب بدحض طبعا هذا التيار وانحساره بشكل كبير جدا يعني خلال سنوات قليلة، إلى أن لم يبقى له إلا قريتين، وهذه تمثل نهاية هذا التنظيم ونهاية هذا الفكر الإرهابي وهذه الحرب على كل أشكال الإرهاب المختلفة. ونعرف الآن متغيرات على الوضع الإقليمي السوري أيضا القادمة، لأنه بانحسار داعش أصبح الآن خارج اللعبة السياسية الآن، وبدأت الآن الأمور تعود إلى مجراها في ترتيب علاقات القوى المختلفة المتداخلة في النشاط السوري والحرب السورية. دكتور على نقطة يعني فيما يتعلق بأن مسؤولين أمريكيين هم من تحدثوا بأن نهاية داعش بدت وشيكة. قبل أيام كان هناك تفجير في منطقة منبج وذهب ضحية ذلك 4 جنود أمريكيين. تراجعت نوعا ما الولايات المتحدة عن الانسحاب من سوريا، أو ربما أرجأت الموضوع بذريعة منها بأن تنظيم داعش ما زال قوي في المنطقة. إلى أي مدى نستطيع أن نقول بأن الآن ستنسحب الولايات المتحدة ولديها سبب قوي هو أن بالفعل داعش أصبحت نهايته وشيكة؟ هو طبعا النهاية الوشيكة هذه لا يختلف عليها اثنان، يعني الشاهد المسرح السياسي يشاهد هذا بشيء، لكن طبعا الحادثة هذه لا تعبر عن وجود قوة لداعش. يعني نعرف أنه ممكن شخص واحد يقتل فردين أو 3 أو 4 أشخاص، ولكن قد يكون هنا الولايات المتحدة أخذته كمبرر للبقاء، وأن داعش ما زال حيا وأن هناك ترسبات موجودة لهذا النظام وأنه قد تظهر. أنا أرى من خلال رؤية السياسية في هذا الجانب أن هذا هو مبرر وإبقاء للدور الأمريكي داخل سوريا، وكذلك أيضا تريد أن تعزز دورها في التقسيمات السياسية أو في المصالح القادمة داخل الأراضي السورية. ونعرف أن هناك نوع من المنازعات، تعرفون الروس لهم دور، الأتراك، هناك أدوار متعددة. فالآن أصبح الصراع هو بعد داعش وبعد عودة النظام السوري الآن وقيام سوريا جديدة الآن، أعتقد هي الآن صراعات قوى قادمة لكيفية تحقيق ميزان القوى السياسي ومن يكسب الرهان في ما بعد داعش، هي الحقيقة. نعم. في خبر آخر من النيويورك تايمز تعنون إحدى افتتاحياتها إنقاذ حلف الناتو، وصوت المجلس بأغلبية ساحقة لمنع تهديد الرئيس ترامب بالانسحاب من حلف الأطلسي. يجب على مجلس الشيوخ أن يحذو حذوه على الفور، تعلق الصحيفة النيويوركية. كان التحالف الذي يبلغ الآن 29 دولة أساس الاستقرار والازدهار عبر الأطلنطي منذ 7 عقود، وإن الناتو مستمر في إبقاء روسيا المفترسة في مكانها والتقليل من خطر أن قد يضطر الجنود الأمريكيون مرة أخرى للقتال على الأراضي الأوروبية. ومع ذلك في رئاسة دونالد ترامب وحدها أصبح احتمال انسحاب الولايات المتحدة مصدر قلق دفع الكونغرس إلى اتخاذ خطوات لمنعه، تكتب صحيفة النيويورك تايمز. فيما يتعلق بهذا الخبر، هل نستطيع أن نقول بأن تهديد الرئيس دونالد ترامب هو تهديد سريالي ولن يتم هذا الموضوع؟ وفي حال تم الانسحاب، ما الذي سيؤثر ذلك على روسيا وتمددها في المنطقة؟ طبعا واضح الحقيقة من خلال سياسة ترامب خلال الفترة الماضية أن هناك تقارب أمريكي روسي، وأمور كثيرة تمت في لقاءات، واضح أن هناك مصالح يعني يسعى الرئيس ترامب من خلالها إلى إيجاد أرضية لعلاقات روسية جديدة، خصوصا يعني أن حلف الناتو نعرف أنه يعني مكون مجموعة دول أخرجت طبعا روسيا ليست في مجاله، وبالتالي هنا ترامب أراد أن يجيس نبض طبعا الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس الشيوخ في إمكانية يعني التخلي عن الناتو والخروج من هذا الحلف. ولكن نعرف أن هناك معارضة شديدة لهذا الأمر، وأن الإبقاء عليه ضروري للمصالح الأمريكية، ومن ثم يعني كل توقعاتي أن هذه الأمور هي أمور مجرد يعني فقاعات، أراد الرئيس الأمريكي أن يجد أرضية، فلكن هناك معارضة شديدة لهذا الأمر، ومن ثم خروج من الناتو أعتقد أن يعني لن يفلح يعني في هذه المرحلة على الأقل، باعتبار أن هناك معارضة وهناك مصالح أمريكية كبيرة قد لا تدفع أمريكا أيضا للخروج من هذا الحلف، لأن نعرف الرئيس الأمريكي له توجهات، ولكن يعني ما ستؤول إليه الأمور قد يكون معاكس لتوقعات الرئيس ترامب أو الدوافع التي جعلته يصرح بهذه التصريحات. كل فترة دائما نجد أنه يريد أن يلقي بالونات معينة لكسب بعض الأمور أو لاستطلاعات رأي أو غيرها من هذه الأمور التي اعتاد عليها. هو يعني قبل فترة دعا
الحلف الأطلسي إلى دفع المستحقات المالية التي تترتب عليهم، وقال بأن الولايات المتحدة لن تتحمل الجزء الأكبر من المستحقات المالية في هذا الحلف. أيضا في خبر آخر من صحيفة التايمز البريطانية ضوء على الشأن الفنزويلي، ورئيس مادورو يتعهد بأن فنزويلا ستسحق أي انقلاب مدعوم من الخارج، تعنون التايمز. مع تزايد الدعم لإخوان غوايدو في الداخل والخارج، يتحدث الرئيس بحزم لكنه يشعر بالقلق من منافسه، تعلق صحيفة التايمز. فيما يتعلق بهذا الخبر، في تطور للأحداث الأخيرة بالأمس، الملحق العسكري في واشنطن يعلن الانقلاب، أستراليا تنضم إلى الاتحاد الأوروبي لتعلن بأنها تقف مع المعارضة ضد الرئيس الحالي، وأيضا الولايات المتحدة، وتعيين أيضا مندوب لفنزويلا للنظر في هذه المشكلة. إلى أين تتجه الأزمة الفنزويلية من وجهة نظرك؟ طبعا واضح الحقيقة أن الرئيس الفنزويلي الحالي في مأزق داخلي وخارجي، يعني مأزق داخلي، في هناك يعني غضب شعبي، هناك أيضا تأييد واسع للمرشح الفنزويلي الآخر، وهناك يعني قياسات للرأي العام أثبتت هذا الأمر، وبالتالي هو الآن أصبح الرئيس يخشى من جانبين، من جانب داخلي وحركة داخلية باعتبار أن الأمر ليس بالأمان بالنسبة لترشيحات القادمة، وأنه قد يكون في نصيب المرشح المنافس خوف أيضا من عملية انقلابات خارجية، وهذا ما دعاه إلى التهديد الآن بشكل علني أنه سيواجه أي عمليات انقلابات خارجية تهدف إلى إزاحة الرئيس الفنزويلي. أنا باعتقادي الحقيقة كما أرى في التحليل أن الأمور تسير معاكسة لما أراد الرئيس طبعا الفنزويلي في هذا الأمر، وأن المرشح الرئاسي أصبح الآن يأخذ دور بأقوى. بالعكس، هذه التهديدات يمكن ساعات قد تجعل الأمور تسير في عكس ما يريد الرئيس الفنزويلي، ونحن ننتظر الآن ما ستؤول إليه الأمور. يعني هل هذه التهديدات الخارجية الآن وما تم من إجراءات هي كفيلة؟ نعم. بإقصاء دكتور، بالأمس الملحق العسكري في واشنطن هو من أعلن الانقلاب على حكومة مادورو، إلى أي مدى ذلك سيؤثر بالفعل حتى على الداخل الفنزويلي، يعني عندما نتحدث عن الشق العسكري؟ طبعا ما في شك أن هذا يعني قد يؤثر خطر كبير جدا، خصوصا كما ذكرت لك قبل قليل هناك توجهات عدم رضا على الرئيس السابق، هناك توجهات للمرشح الجديد ودعم جديد، هذا أيضا سيعمل زعزعة داخلية قد لا تكون في صالح الرئيس الروسي، وبالتالي هو الآن الوضع صعب، ومنطلقات التغيير في رأيي قادمة في فنزويلا، يعني قد تأخذ الأحداث مسار أكبر في المستقبل لتغيير قادم، خصوصا أن هناك إجماع خارجي وإجماع داخلي كذلك أيضا في نفس الوقت على قضية إقصاء الرئيس الفنزويلي الحالي، وهذا يعني ما يتوقعه السياسيون أن ستؤول إليه الأمور في المستقبل القريب. في خبر آخر، هدد البيت الأبيض أو في الاندبندنت البريطانية، نقرأ هذا الخبر، هدد البيت الأبيض بالتقدم في خطته لبناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك مع الديمقراطيين أو بدونهم، ويأتي هذا البيان بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه سيعيد فتح الحكومة دون طلبه للحصول على 5.7 مليار دولار لتمويل الجدار الحدودي، وبعد أن رفض الديمقراطيون مرارا جهوده لفرض هذه القضية. أيضا فيما يتعلق بهذا الخبر، الرئيس الأمريكي يعني قام بإلغاء الإغلاق الجزئي الذي استمر لمدة 35 يوما، وهو يعتبر الإغلاق الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. الآن يقول بأننا سنستمر ببناء الجدار سواء بموافقة الديمقراطيين أو بدونهم، إلى أين تتجه هذه الأزمة من وجهة نظرك؟ طبعا ما في شك أن الرئيس ترامب، لو رجعنا لحملة ترامب الأساسية التي كان يتحدث فيها عن دخول العرقيين وأصول مختلفة ومحاربة عملية الهجرة التي يعني أصبحت الآن تؤثر على النسيج الأمريكي بشكل كبير جدا، ونعرف أن الرافد الأساسي لهذا الحقيقة الهجرة الخارجية معظمها تأتي من المكسيك، يعني لو ذكرنا كوبا أو بعض الدول الأخرى قد تكون بسيطة جدا، وبالتالي هو كان يفكر وأعطى وعود بإجراء يعني وضع ستار أو وضع حاجز لمنع تسرب أو دخول غير الشرعي داخل الولايات المتحدة، لكن نعرف أن هناك معارضة من الجانب الديمقراطي كبير جدا لهذا الأمر، وأن يعني يجب أن لا تؤول الأمور إلى هذه الطريقة، يجب أن تبحث، خصوصا أن ترامب أحيانا يعني في تصريحاته يعني يصرح بأمور كأنه يريد الحسم فيها بقرار من الرئيس، وهو كأنه يتناسى دور
للمجالس الكونغرس والديمقراطيين، ويريد أن يقصيهم ويجعل القرار كأنه قرار له في إدارة الخاصة، ويريد أن يكسب من خلال الشعب الأمريكي وتعاطف الشعب الأمريكي لقرارات ترامب، باعتبارهم أيضا هم متأثرين من هذه الهجرة وضد هذه الهجرة، فأراد الجانب العاطفي والتأثير. نعرف العملية الانتخابية القادمة وما أراد الرئيس. أنا أعتقد أن الأمر الآن سيدخل في صراع بين الجانبين، قد يصلون إلى تسويات معينة، إلى معاهدات، محاولة طبعا إغلاق، لكن أي مدى يستطيع الرئيس الأمريكي أن يسير في جانب أن يتخذ قرار بالـ5 مليار دولار ويقوم بالحسم؟ أعتقد أن الديمقراطيين سيقفون أمام هذه التحركات، وقد هناك يعني نقاش أو مفاوضات حول أمور أخرى لمنع عملية الهجرة المكسيكية بشكل كبير جدا داخل الأراضي الأمريكية. لكن أعتقد موقف الرئيس الأمريكي سيكون صعب جدا في مواجهة هذا التيار المعارض لبناء هذا الجسر، أو ربما يعود مرة أخرى إلى الإغلاق الجزئي بعد انتهاء مدة التسوية في 15 فبراير القادم. ننتقل الآن مشاهدينا إلى مقال اليوم بعد هذا الفصل. مقال اليوم بعنوان حرب باردة جديدة من دون أيديولوجيات. تحت هذا العنوان يكتب وليد أبو شقرة: في الشرق الأوسط من سوريا إلى فنزويلا يتزايد عرض العضلات وعض الأصابع والابتزاز والابتزاز المضاد بين الدول الغربية من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى. إنه مشهد يذكر المتابع السياسي بصورة العالم خلال عقدي الستينات والسبعينيات من القرن العشرين. مشهد الحرب الباردة بين الشرق والغرب من منطلق الهجوم خير وسائل الدفاع. ترى القيادة الروسية الآن أن ضرورة استغلال الانشغال الأمريكي غربا من أجل تثبيت نفوذها شرقا، ومن هنا مضاعفة الكرملين جهوده لتشديد قبضته حيث تسمح الظروف على مناطق النفوذ السوفيتي السابقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إن إعادة تأهيل نظام دمشق جزء محوري من هذه الجهود، وكذلك الإمساك بالعصا من وسطها في عملية ضبط العلاقات مع ثلاثي الإقليمي غير العربي، أي إسرائيل وإيران وتركيا. اليوم نعيش عودة واشنطن وموسكو إلى الثنائية القطبية من أيام الحرب الباردة، لكنها هذه المرة بلا أيديولوجيات ولا مثاليات ولا أوهام، يكتب صاحب المقال. مشاهدينا بعد الفاصل نعود لرسم الكاريكاتير الأستاذ محمد ثلاب للتعليق على كاريكاتير اليوم. ونعود للأستاذ محمد ثلاب ونعلق على كاريكاتير اليوم، ويبدو أنه للعودة للمدارس. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكاريكاتير عن العودة في المدارس مثل ما نشوف عن الشاشة، وهنا نلاحظ أن أغلب الطلبة يعني قاعدين يتأثرون حيل في برامج التواصل الاجتماعي والأجهزة الإلكترونية، ويحاولون يعيقهم عن الاهتمام بالدراسة وحب الدراسة وغيره. فسوينا الكاريكاتير شوية مضحك أن الطالب قاعد متمسك حيل في الآيباد ويحاول ولي أمره أن يوديه للمدرسة بطريقة فنية. نعم دكتور، يعني الأجهزة الإلكترونية اليوم بالفعل إلى أي مدى تؤثر على التحصيل العلمي للطلاب وخاصة طلاب المرحلة الابتدائية؟ هو الحقيقة واضح الحقيقة من عملية استخدام الأجهزة الحديثة وكثرة البرامج وتنوعها وأظهار برامج كثيرة، مرات قد يستمر يعني الطفل في التعامل معها لساعات طويلة. أصبحت تشغل أو وقت أو الأطفال كثير جدا الحقيقة، ساعات أصبحت تؤثر على الجانب العصبي الصحي الدراسي، أمور كثيرة معطيات أصبحت تؤثر عليها وسائل التكنولوجيا الحديثة، ومن ثم تقنين هذه الأمور والوسائل التربوية وإعطاء مواقيت محددة والابتعاد عن الأشياء اللي فيها العنف أو المغيرات للسلوك واجب أساسي واهتمام تربوي من جانب الأسري لتوعية أبنائهم في طريقة استخدام هذه الأجهزة بشكل سليم حتى لا تؤثر على تحصيلهم العلمي أو جوانب مرضية أو غيرها مما يعيق يعني أمور كثيرة في حياتهم. نعم، إذن مشاهدينا بهذا الكاريكاتير وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة من منشيف الصحافة. أشكر ضيفي الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور يوسف المطيري، وأشكر أيضا رسام الكاريكاتير الأستاذ محمد ثلاب على تواجدهم معنا، وأشكركم على المتابعة. إلى اللقاء.